حبايب ام حمزه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وعيد فطر مبارك عليكم. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت العيد بالماكينه بطريقه سهله جدا، والنتيجه بتاعته مضمونه 100%. البسكوته الرسمه بتاعتها واضحه زي ما انت شايفه كده، مش هيفرش منك في الصاج. هنعمله بالزبده، واقول لك كمان على المقادير واحنا شغالين كده بالسمنه. لو انت حابه تعمليه بالسمنه، ما شاء الله البسكوته طالعه حلوه جدا، ناعمه ومقرمشه، يعني حاجه كده فاخر من الاخر. تعالوا كده نسمي الله واقول لك هنعمل. اول حاجه سميت الله، ومعايا كيلو من الدقيق. انا بحب استعمل في الاول الكحك والبسكوت، لكن لو مش موجود عندك سنبلت الفرات حلو والكوثر حلو برضو. معايا 450 جرام من الزبده، وتكون بدرجه حراره الغرفه مقطعاها كده قطع صغيره علشان لما اجي اضربها في العجان تكون سهله معايا. معايا 350 جرام من السكر البودر، طحناه في البيت ونخلاه، ما تجيبيش الجاهز علشان بيبقى عليه نشا ما ينشفش البسكوت معاكي. خمس بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وحط عليها معلقة كبيرة من الفانيليا البودر، ممكن تحطي سايلة. ومعايا معلقتين كبار من اللبن النيدو، موجود عندك ماشي، مش موجود مش مشكلة، بس انا بحب احطه بيدي لون حلو للبسكوت وبيدي له طعم حلو. 20 جرام من البيكنج باودر، معايا معلقة كبيرة من أصانص الحليب، وهقولك فرق معايا في الطعم ولا لأ، ادى اضافة جديدة للبسكوتة ولا لأ واحنا شغالين. جبت العجان وهنزل بالزبدة وهنزل بالسكر، ودي اهم خطوة من عوامل نجاح البسكوت، اللي انت تضربي السكر والزبدة مع بعض لحد ما ينعموا كويس جدا بالعجان او بالمضرب. ما عندكيش ده ولا دوت، بايديكي كده انزلي عليه واضربيه كويس جدا. هو الموضوع سهل جدا وبسيط، بس هياخد منك مجهود شويه. بعد كده بجيب الاستبيولة وبقلب من اللي تحت فوق واللي فوق تحت عشان اتأكد ان السكر داب كويس جدا جدا مع الزبدة، ولازم يكون كريمي زي ما انت شايفة كده. بعد كده هنزل بالبيض، وهنا هننزل بالبيض بيضة بيضة، ما تنزليش بالبيض كله مرة واحدة. وطبعا حط عليه الفانيليا، واهم حاجة ان البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة. طب انت عايزة تعمليه بالسمنة، هتحطي 500 جرام سمنة، وتحطي 500 جرام سكر، وتحطي 6 بيضات، وكيلو وربع من الدقيق، كيلو وربع من الدقيق. أصانص الحليب ما عملش اي اضافه خالص للبسكوت، هو هو الطعم. انا عملت مقدار حطيت فيه أصانص حليب، والمقدار التاني ما حطيتش، ما فرقش خالص ولا ادى طعم ولا اي حاجه، بس انا حبيت اقول لك المعلومه دي. نزلت باللبن البودر، لبن البودر زي ما قلت لك بيديله لون وبيديله طعم حلو، لكن عادي لو مش موجود ممكن تستغني عنه. كده بصوا القوام كريمي جدا جدا زي ما انت شايفه، ما شاء الله كده كده تمام. نزلت بالدقيق، عليه رشه ملح، عليه البيكنج باودر، ويا دوبك بس اللي انت تقلبي لحد كده ما الدقيق يختفي معانا، ما تكتريش اللف يعني علشان البسكوته ما تحجرش معاكي ويطلع معاكي ناشف. شايفين خطوات سهله جدا وبسيطه، ما شاء الله هيطلع معاكي بسكوت مقرمش زي بتاع الحلواني، زي اللي بنجيبه من الافران بالظبط. بقلب كده واتاكد ان الدقيق اختفى كله من اللي تحت فوق واللي تحت فوق كده من فوق تحت، وتقلبيه كويس جدا زي ما انت شايفه كده، ما شاء الله العجينه تحفه جميله جدا جدا. بركب بقى المكنه بتاعتي وببدا اللي انا اقطعه، شايفين نزل ازاي جميل. اللي ما تعجبكيش عينيها واعملي واحده تانية، هي ما شاء الله سهله جدا جدا. اهم حاجه بقى وانت بتقطعي لما تيجي ترصي البسكوته في الصاجون، ترصي المسافات تكون زي بعضها علشان البسكوت كله ياخد سوا واحد، ما ياخدش ما يتحرقش منك في الفرن. دي اهم خطوه لازم تاخدي بالك منها وانت بتقطعي البسكوت. شايفين خطوات سهله بس النتيجه ما شاء الله تحفه. شايفين البسكوت في الصاجون عامل ازاي؟ طبعا بتحطي بقى المواس اللي انت بتحبيها، الشكل اللي انت بتحبيه. هنحطه في الرف الوسطاني على درجه حراره 180، هو بيقعد بالظبط 20 دقيقه بس. طبعا لازم تدوري الساق بعد كل دقيقتين كده، تدوري الساق على الناحيتين عشان كله ياخد اللون التحفه اللي انت شايفاه ده. انا لا شغلت شوايه ولا اي حاجه، الفرن بتاعك لو في مروحه شغاليه، ما شاء الله تبارك الله بسكوت تحفه. شايفين النقشه بتاعته عامله ازاي؟ مقرمش خطير. هتحفظيه ازاي؟ يقعد عندك بالشهور، هترصيه في اي علبه كده بلاستيك عندك، وتحطي بين كل الطبقات كيس من اكياس السندوتشات تفتحيه وترصي وتغطيه، ما شاء الله يفضل معاكي مقرمش ومش هيطرى خالص. شايفين الجمال والحلاوه؟ تحفه تحفه تحفه. المقادير مظبوطه جدا وهكتبها لك في صندوق الوصف. شايفين الجمال؟ جميل جدا جدا. بسكوت مقرمش، بسكوت المكنه، سهل جدا. بسكوت زمان كده حلو جدا وجميل. وكل سنه وانتم طيبين وعيد فطر مبارك عليكم.
اشوفكم بقى في وصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.